السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في أمر اسمه اكسبلود، هتلاقي في اي اف اي كونستراكت. ده بيعتمد ان انا بعمل سيلكت على المبنى او على العنصر اللي انا عايزها واقول له اكسبلود، اقول له سيت سيلكشن. خطوة خطوة تبدأ تبعد العناصر عن بعض بالشكل دوت. لو انت عايز تشوف التفاصيل وتشوف الفراغات بين العناصر، وتقدر تسيف الصورة ديت، تقول له سيف ايمج وتسيفها في اي مكان.